بونجور اتو سي ميسيو سلمان، معكم الأستاذ سلمان. في فيديو اليوم راح نشوفوا حل الموضوع في اللغة الفرنسية لتلاميذ سنة خامسة ابتدائي. إذا تابعوا الفيديو للأخير راح تستفادوا بزاف من هذه المراجعة. إذا أول مرة تشوفوا القناة ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد على قناتي. للمشاركين في القناة نقول لكم مرحبا بكم، القناة قناتكم. نبدأ مع بعض في حل هذا الموضوع. خليوا لي تعليقاتكم، إذا أي حاجة ما فهمتوهاش ولا حابين نشرحوها في القناة خليوا لي في التعليقات. نبدأ مع بعض في قراءة النص. L'ours brun est un grand animal qui vit dans les forêts. هذا L'ours brun, يعني الدب البني. L'ours brun est un animal gros, est un gros animal qui vit dans les forêts. يعني هذا الدب البني هو حيوان ضخم يعيش في الغابات. هذا الحيوان كما راه موضح في الصورة. C'est un animal omnivore, car il mange de tout. هو حيوان يعني هذه omnivore يعني يأكل اللحوم والأعشاب، يأكل كلش. car il mange de tout، علاه راهو omnivore؟ لأنه يأكل من كل شيء، يأكل des fruits الفواكه، des racines يعني الجذور النباتات، des insectes الحشرات، de la viande اللحم، du poisson et du miel السمك والعسل. Les ours ont de grandes têtes. يعني الدبابة، هذا الدبابة، هذا النوع من الدبابة يملك رأس كبير ولا رؤوس كبيرة، يعني عندها رؤوس كبيرة هذا الدبابة. Et des pattes énormes. وأرجل ضخمة، أرجل كبيرة جدا. Sa femelle s'appelle l'ours. يعني الأنثى تاع الدبابة، هذا أنثى الدب هذا، تسمى لورس بالأو. لاحظوا بين الفرق، هذه لورس هو الدب، هنايا الأنثى الدب تسمى لورس، نزيدوا لها أو. لورسون اي سون بوتي، لورسون اي سون بوتي، يعني هذا صغار الدبابة، صغار تاعها نسميوها لورسون، نسميوها بهذا الاسم لورسون. L'ours brun hiberne pendant les mois d'hiver. يعني هذا الدب البني hiberne يعني يدخل في سبات. Pendant les mois d'hiver. خلال فصل الشتاء. خلال أشهر الشتاء. Il dort dans sa cachette jusqu'au printemps. يعني في ينام في المخبأ تاعو إلى حين الربيع، إلى حين فصل الربيع. Les ours adultes vivent seuls. يعني الدبابة يعني اللي تكون كبيرة تعيش لوحدها. داكوغ، هذا هو لو تكست تاعنا اللي تحدث على الدب البني. نعاودو نقراو التكست مع بعض، تبعو. L'ours brun est un grand animal qui vit dans les forêts. C'est un animal omnivore car il mange de tout. Des fruits, des racines, des insectes, de la viande, du poisson et du miel. Les ours sont de grandes ont de grands les ours ont de grandes têtes et des pattes énormes. Sa femelle s'appelle l'ours. L'ourson est son petit. L'ours brun hiberne pendant les mois d'hiver. Il dort dans sa cachette jusqu'au printemps. Les ours adultes vivent seuls. كان هذا هو لو تكست تاعنا. ننتقلوا للأسئلة. عندنا كيستيون هما الأسئلة. كومبريونسيون دو ليكري، أسئلة فهم النص. سو تكست بريزونت. نيميرو 1 لا كيستيون 1. سو تكست بريزونت، عطاني هذه الخيارات، يعني هذا النص يقدم لنا ولا يتكلم عن اون بيرسون. Une personne, شخص. Un lieu, عن مكان. Un animal, عن حيوان. لاحظوا هذا النص هنا يتحدث على هذا الحيوان. شوفوا ايش قالنا. L'ours brun, على l'ours brun. L'ours brun est un gros animal. يعني يتحدث على حيوان، يوصف لنا في هذا الحيوان اللي هو
L'ours brun, الدب البني. إذا الإجابة لهنا نقولوا سو تكست بريزونت ان انيمال. داكوغ ان انيمال. نيميرو 2 Où habite l'ours brun? Où habite l'ours brun? أين يعيش هذا الدب البني؟ دائما بالرجوع للنص شوفوا عندنا في التكست. L'ours brun est un grand animal qui vit dans les forêts. Vit dans les forêts, d'accord? يعني يعيش في الغابات. إذا هنا الجواب هذا هو. نقولوا نعود نقولوا l'ours brun habite dans les forêts. لأنه قال لي où habite, أين, d'accord? أين يعيش الدب البني. نقولوا l'ours brun habite dans les forêts. الدب البني يعيش ولا يسكن في الغابات. 3. نيميرو 3. Réponds par vrai ou faux. أجب بصحيح أو خطأ. أولا نقرأ العبارة ونقول إذا صحيحة ولا غلطة. نشوف لو تكست. داكوغ دائما بالرجوع للنص. Il se nourrit de poissons et de miel. Il, هو. Il se nourrit de poissons et de miel. هو يتغدى على il se nourrit de poissons et de miel. يعني هو يتغدى على الأسماك والعسل. لاحظوا هنا يعني. نفس الكلمات موجودة. هاي عندنا هاي il mange, يأكل, ولا il se nourrit de tout. Des fruits, des racines, des insectes, de la viande, du poisson et du miel. يعني هاي راكم تشوفوا هاي يتغدى ولا يأكل العسل والأسماك. يعني يأكل السمك. إذا هذه العبارة راح تكون عبارة صحيحة. هذه أول عبارة راح نقولوا فغي عبارة صحيحة. En hiver, il chasse les petits animaux. En hiver, في فصل الشتاء, il chasse les petits animaux. هو يصطاد الحيوانات الصغيرة. Est-ce que c'est vrai? شوفوا عندنا. شوفوا l'ours brun hiberne pendant les mois d'hiver. يعني عندنا الدب هذا البني يدخل في سبات يعني ينام. داكوغ يدخل في السبات يعني ينام لفترة طويلة. pendant les mois d'hiver يعني خلال الشهر أشهر الشتاء. Il dort dans la sa cachette jusqu'au printemps. شوفوا في فصل الشتاء في أشهر الشتاء ينام في مخبئه إلى غاية فصل الربيع. هذه هي لهنا في هذه الجملة. إذن هنا راح نقول en hiver il chasse les petits animaux راح تكون faux خطأ. لأنه في فصل الشتاء il dort dans sa cachette jusqu'au printemps. إلى غاية فصل الربيع يعني ينام فصل الشتاء كاملا. 3 عندي نيميرو 4 pardon هنا نيميرو 4. Encadre le COD dans la phrase suivante. Encadre يعني نضع في إطار le COD. Le COD dans la phrase suivante. شوفوا مع هاد الجملة. شوفوا هذه الجملة تاعنا. L'ours brun est un grand animal. L'ours brun est un gros animal. D'accord? يعني الدب هذه l'ours brun هذا le sujet عندي et c'est le verbe être. D'accord? Le verbe être un gros animal هذه un animal راهي un gros animal. D'accord? إذا هنا un gros animal راح تكون هي le COD. راح نكتب ندير encadre لأنه قال لي encadre ونكتب COD. Complément d'objet direct. D'accord, complément d'objet direct. Sual khamis, conjugue le verbe au présent. Conjugue les verbes au présent de l'indicatif. Yani rah nsarf had l'af'al fi l'présent, fi l'hadir. Les ours sont omnivores. Les ours sont omnivores. Yani ad-dibaba hiya hayawanat akilat l'houm wa l'ashab. Yani takul l'houm wa l'ashab. L'ours هنا واحد برك. داكوغ شوفوا هنا عندنا لو سوجي و فيرب. داكوغ انا هنايا سون سي لو فيرب اتر او بريزون دو لانديكاتيف مصرف مع ايل افيك اس باسكو هنايا عندي لو سوجي هو ايل افيك اس لي زورس الدبابة. هنا عندي الدب لورس واحد برك. اذا ايل لو فيرب اتر مع ايل
مع il au présent de l'indicatif راح نحطو est et d'accord نقولو l'ours est omnivore l'ours est omnivore le verbe être صرف مع il l'ours d'accord عندي في الجملة هذه الأخيرة tu عندي ضمير tu tu le verbe être مع tu au présent de l'indicatif هو E, E, S. Tu es omnivore. Tu es omnivore. Anna, سؤال رقم 6. Transforme au singulier. Transforme au singulier. يعني هنا راح نحول إلى المفرد. أعطاني هذه الجملة في الجمع وأنا راح نحولها إلى المفرد. Les ours ont des pattes énormes. Les ours ont des pattes énormes. يعني الدبابة لديها ولا تملك مدى أرجل كبيرة أرجل ضخمة أرجل كبيرة جدا Les ours ont des pattes énormes راح نحولوا هذه الجملة لاحظوا راهي في الجمع au pluriel d'accord راح نحولها au singulier قال لي transforme au singulier يعني حول إلى المفرد l'ours هذه les ours ولات l'ours d'accord en le verbe avoir مع il avec s هنا a هذه حرديناها a le verbe avoir مع il d'accord l'ours ou la il a des pattes راح تولي حنقولوا des pattes énormes l'ours a des pattes énormes يعني راح نقولوا الدب لديه ارجل كبيره حتى الدب عنده des pattes ما عندوش من هذه ما نحولوهاش يعني ما نحولوهاش للسينغولي داكوغ هنا هنايا راح نقولوا a des pattes énormes داكوغ نقولوا لهنايا لي زورس راح تولي لورس يعني واحد فريد عندنا لي زورس هما الدبابة الدب لورس داكوغ لورس ان تولي a هذا لو فيرب افوار هنا تدي تبقى كيما راهي ما تتبدلش داكوغ دن وصلنا للوضعية الإدماجية في الوضعية الإدماجية واش طلب مني tu as vu un documentaire animalier يعني شفت وثائقي ولا شريط وثائقي على الحيوانات sur l'éléphant على الحيوان على حيوان اللي هو الفيل l'éléphant شفت يعني شريط قال لك وثائقي على على الفيل tes amis te demandent des informations sur cet animal. يعني هنا يا أصدقائك طلبوا منك معلومات حول هذا الحيوان ولا معلومات عن هذا الحيوان. Écris un court texte de 4 à 5 phrases pour le présenter. يعني قال لك اكتب نص قصير من 4 إلى 5 جمل فيه راح تقدم هذا الحيوان اللي هو l'éléphant. L'éléphant هو الفيل. Mais les verbes au présent يعني الافعال راح تصرفهم في البريزون شوفوا عطانا هذا الجدول عطاني نو الاسماء فيرب الافعال لي ادجكتيف ادجكتيف هما الصفات يعني الافعال تاعي انا هذه الافعال كامل هنا راح نديرهم نصرفهم في البريزون في الحاضر في زمن الحاضر او بريزون دو لانديكاتيف اون بلوا لا بيرسون دو سينغولير لا تروزيام بيرسون دو سينغولير هو ايل ليليفون راح نعوضوا بايل لما نبقاش كل مره راح نقول ليليفون 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 راح نقولوا ايه راح نشوفوا مع بعض الوضعيه اللي كتبتها لكم شوفوا لينو هما الاسماء عطاني ان انيمال حيوان لا سافان هي الادغال لارب العشب لا فيميل هي الانثى لو بيتي الصغير ليليفونتو يعني الاسماء لو بيتي ليليفونتو الصغار الفيلة نسميهم ليليفونتو ليليفونت هي لا فيمال داكوغ لا فيمال تاع الفيل هي ليليفونت لاحظوا هنايا ليليفون سون او نقولوها ليليفون لكن الانثى تاع الفيل اللي هي الفيلة نقولو ليليفونت ان بيلاج يعني الجلد الجلد تاع الحيوان اون ترومب الخرطوم لي فيرب اللي عطانا اللي قال لي نستعملهم هو سنوري يتغدى لو فيرب اتر لو فيرب افوار فيفر لو فيرب فيفر ابيتي ديرو فيفر ولا ابيتي يعيش ولا يسكن داكوغ
L'adjectif, les adjectifs sifat, attendez, sauvage, yani berri, gris, ramadi, long, tawil, ou la tawila, herbivore, rushbi. D'accord? Yani, b'stamal had l'jedwel, yani l'asma, ou l'af'al, ou l'sifat, راح نكتب فقرة ولا نص قصير من 4 إلى 5 جمل نقدم فيه ولا نصف فيه الفيل ليليفون. داكوغ، إذا هذه هي الوضعية اللي اخترتها لكم على تتحدث على وصف الفيل. ليليفون، الفيل. ليليفون إتان أنيمال سوفاج، يعني الفيل هو حيوان بري. كي في دون لا سافان، الذي يعيش في الأدغال. إلي إيربيفور، هو حيوان عشبي. إيل هو الفعل فيل، لاحظوا راه استعملنا إيل، عوضنا ليليفون بإيل. هو إيل إي إيربيفور، هو عشبي. إي سو نوغي دارب، وهو يتغذى ويتغذى على الأعشاب، على العشب. دو فوي إي دي فخوي، إي دو فخوي يعني يتغذى على الأوراق، هنا يتغذى على العشب والأوراق والفواكه. إلا un long pelage gris، يعني هو عنده الى un long pelage gris، يعني عنده الجلد تاعو جلد يكون رمادي. et une trompe très longue، وخرطوم طويل. هنا يعرفوا ما كانش نقولوا il a un pelage gris، un pelage gris، هنا فقط كاين الخطا، ما نكتبوش هذه long. Il a un pelage gris et une trompe très longue. وخرطوم، عنده جلد رمادي. هنا وخرطوم طويلة، طويلة جدا. La femelle de l'éléphant s'appelle l'éléphante. يعني la femelle de l'éléphant، يعني أنثى الفيل، تسمى s'appelle l'éléphante، تسمى الفيلة الإليفانت. et le petit de l'éléphant s'appelle l'éléphanteau، وصغير الفيل يسمى l'éléphanteau. هذه هي الوضعية تاعنا. كما قلت لكم فقط كاين خطأ هنا، il a un pelage gris، يعني له جلد رمادي. داكوغ، هذه هي الوضعية تاعنا. l'éléphant est un animal sauvage qui vit dans la savane et les herbivores et se nourrit d'herbes de feuilles et de fruits. Il a un pelage gris et une trompe très longue. La femelle de l'éléphant s'appelle l'éléphante et le petit de l'éléphant s'appelle l'éléphanteau. نتمنى التوفيق للجميع، نتمنى التوفيق لكم كامل في الامتحانات. تابعوني دائما وخليوا لي تعليقاتكم. نشكركم على المتابعة. سلام.